لا نهاية واضحة لنشاط تنظيم الدولة، حتى وإن تم الاحتفال بانتزاع السيطرة على أراضيه وإعلان الظفر عليه. في المساحة الأخيرة التي تحصن فيها التنظيم لعدة أسابيع، وتحديدا في الباغوز شرقي دير الزور، تواصل مجموعة خفية للتنظيم الهجوم على قوات سوريا الديمقراطية المتحصنة في المنطقة. صحيفة جسر قالت إن مجموعة من مقاتلي التنظيم مؤلفة من 30 عنصرا ظهروا بشكل مفاجئ وهاجموا قوة قسد في نقطة جهفة الباغوز ثم اختفوا. مؤشرات كثيرة تقول إن نشاط التنظيم مستمر رغم انتهاء المنظومة الإدارية التي كان يسميها بالخلافة، ولعل أخطر تلك المؤشرات خطط عثرت عليها صحيفة التايمز البريطانية وضعها التنظيم لشن هجمات انتقامية في بلاد أوروبا بالتعاون مع خلايا نائمة مبايعة للتنظيم وموجودة في تلك الدول وفقا للصحيفة. قوات سوريا الديمقراطية بدورها أدركت أن خطر التنظيم لا يزال قائما بالفعل، وهذا ما أكد عليه القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني، والذي أعلن عن بدء مرحلة جديدة في محاربة التنظيم بسوريا من خلال الاستمرار في حملات عسكرية وأمنية دقيقة بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، وذلك لبدء بمرحلة جديدة في محاربة إرهابي داعش من خلال الاستمرار بحملات عسكرية وأمنية دقيقة بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي بهدف القضاء الكامل على وجود العسكري السري لتنظيم داعش المتمثل في خلاياه النائمة، والتي ما تزال تشكل خطرا كبيرا على منطقتنا والعالم بأسره. فيما أرسل التحالف الدولي والذي قاد المعركة ضد التنظيم حتى نهايتها دفعات جديدة من السلاح والذخائر لقوات سوريا الديمقراطية وفقا لوكالة سمارت، ربما لقناعته أن مجموعات مثل تنظيم الدولة لا تحتاج للسيطرة على الأرض لتشكل تهديدا لقوات التحالف في العراق وسوريا.